طوله حوالي 165 وعنده 58 سنة، كان نفسه يدخل الشرطة وطردوه من حقوق واترفض في معهد التمثيل ورفض دور مع عادل إمام واتجوز من بنت رجل سوري. صندوق أسرار الكوميديان محمد هنيدي. اتولد محمد هنيدي في فبراير سنة 1965 في الجيزة. الأب شغال في الجيش، الأب كان كل خلفته بنات وكان نفسه في ولد، فكان الخامس والأخير وهو الابن الولد محمد الحيلة زي ما بيقولوا. هنيدي من صغره كان شقي وبياخد كل علقة وعلقة من أبوه، لدرجة إنه مرة ضربه بالبيادة بتاع الجيش لما معرفش التسعة في تسعة بكام. اللي كتير ما يعرفش إن هنيدي من طفولته لحد رابعة ابتدائي في ليبيا، لأن أبوه كان بيخدم هناك، ولما رجع على مصر كان دايما بيتوه لأنه بيمشي مع أي زفة بتعدي من قدام البيت. ومن صغره كان مهووس بالكورة، حب يدخل الشرطة ويبقى ضابط زي خاله. وفي يوم الاختبار راح قعد مع الدكاترة اللي كانوا بيكشفوا وقالوا له يا ابني انت عاوز تبقى ضابط زي خالك بطولك ده؟ وسط خالك مش هتنفعك، انت عاوز استثنى من رئيس الجمهورية نفسه. وانطرد هنيدي من اختبارات الشرطة وراح قدم في حقوق القاهرة، لكن اشتغل بمسرح الكلية وساب المدرجات والدراسة. هناك بقى لقى كل زمايله الحلوين خالد صالح وخالد الصاوي اللي كانوا نجوم المسرح حقوق وقتها، وادى الدراسة بمية جزمة وسقط مرتين في السنة الأولى واتفصل خالص. وبالفعل راح ووقف قدام لجنة رئاستها الفنان الأكاديمي سناء شافة اللي زعقله وطرده وقال له أنت ما تنفعش تبقى ممثل. وخرج هنيدي حزين وراح قدم ورقه في معهد فن تجاري في الروضة، وكان المعهد ده بيدي مؤهل فوق المتوسط. ولما خلصه راح قدم في معهد السينما وأخذ شهادة منه. ولما جه التسعينات والسينما في مصر تنحضر ومفيش حاجة ليها القيمة، الفنانين الكبار كلهم مهما يعملوا مفيش حاجة بتتوزع بره، وده خلى منتجين يفلسوا ويبعدوا خالص عن الانتاج، لحد ما منتج عامل فيلم لمحمد فؤاد المطرب ومعاه شباب، وكان الفيلم هو اسماعيلية رايح جاي. وبعد التصوير كبير من المشاهد المنتج خلع وشاف انه اتورط في الفيلم اصلا مش هينجح، فجي المنتج محمد رمزي يكمل الفيلم، عامل نسخة وتفاجئ الكل بان الفيلم بيحقق نجاح صاحق. عامل بقى في الليلة الزرقة دي بقى ما تقولش شافك سرقة يا عم، اعمل ايه اهو مخنوقة يعني اهي انا بقول لك امي علشان تبدا السينما تحيا من جديد. راح كل النجوم الكبار اللي هاجروا وراحوا التلفزيون، نجومية هنيدي زادت بعد الفيلم. وكمل مدحت العدل على مشروعه واقترح على هنيدي عنوان بفيلم سعيد بيخش الجامعة الأمريكية، ونزل الفيلم كسر الدنيا. يا أخي الواحد ساعات بينسى سبحان الله، تقريبا مش هو ده المحل، أنا غلط في العنوان. خلف أنت جيت قبل كده صح؟ مين ده؟ ده شارع عبد العزيز. نجاح هنيدي فتح باب لنجوم شباب كتير يبدأوا مشوارهم، ولكن أي فيلم لهنيدي بينزل بيكسر الدنيا، لدرجة اللي كان بينزل بيكسح أفلام الزعيم زي الواد محروس بتاع الوزير وهلو أمريكا. ويمكن حصل مشكلة بين الزعيم وهنيدي، وهي لما الزعيم احتاجه في دور في الرسالة إلى الوالي رفض واعتذر وقال له يا أستاذنا الدور ده ما يناسبنيش، ده دور صغير جدا. ويمكن الزعيم حس إن هنيدي اتكبر وكان المفروض يوافق ويكبر له، خاصة ان الزعيم فرض له ادوار كتير في الافلام ومشاهد علمت مع الناس. وفي وسط كل ده بيلاقي هنيدي نص التاني وبيتجوز من عبير الاسعد، وهي ابنة الرجل الاعمال بيحمل الجنسية السورية، وبيقول هي وش السعد والخير عليا، وخلف منها 3 ابناء احمد وحورية وفاطمة. المهم هنيدي فضل يكسح السينما لحد ما نزل فيلم الليمبي قدام فيلم صاحب صاحبه اللي كسح كل السوق، وهنا حس هنيدي بالخطر فعمل عسكر في المعسكر وبدأ الكفة ما تبقاش لصالحه. مع ظهور كوميديانات زي محمد سعد وأحمد حلمي وهاني رمزي وغيرهم، هنيدي خلال مشواره عمل أزمات مع زمايله زي محمد فؤاد اللي قال له سرق مني نجاح إسماعيلية رايح جاي، وذلك أحمد آدم اللي قال إن هنيدي كان بيسرق إفهاتي في الأعداد الشخصية وبيقولها في مسرحياته وأعماله. بكل تأكيد نجاح هنيدي عمل مشاكل لناس كتير وأزمات نفسية مش حلوة ما زال حتى الآن
عنده القدرة على العطاء حتى لو هو كان لسه متلخبط ومش لاقي دور يناسب سنه، لكن هيفضل هنيدي هو هنيدي في القلب لأنه شخصية محترمة وخلوقة. ياما ضحكنا من قلوبنا، وإن شاء الله مستنيين فيلمك الجديد يا نجم.